السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أجيس عرفة، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. عاجل أول حزبين يختارهما أخنوش لتشكيل الحكومة. قال برلمانكم قبل قليل إن عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المعين سيلتقي اليوم عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار برك الأمين العام لحزب الاستقلال لبدء مشاورات تشكيل الحكومة بمقر الحزب بالرباط. وكان أخنوش قد أعلن يوم أمس عن فتح المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمها المغرب يوم 8 شتنبر الماضي. ويذكر أن الملك محمد السادس استقبل يوم أمس الجمعة عزيز أخنوش وعينه رئيسا للحكومة، كما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لمقتضيات الفصل 47 من دستور 2011. شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.